شوف يا جمال يا ولدي، انت واخد حتة مني ومش عاوز اللي حصل زمان يخليك تظلم مرتك. آية ملهاش صالح باللي بيننا. واه، كيف يا جمال ملهاش صالح باللي بيننا وانت مقاطعها من ساعة اللي حصل؟ ما طيبتش خاطرها بكلمة. وبعدين يا ولد انت بتتهم ابوها بالسرقة، طب حط نفسك مكانها، كنت هتعمل ايه عاد؟ وانا بني ادم من لحم ودم ومن حق اغضب، وبعدين انا ما رميتش عليها اي لوم. شوف يا جمال، انا وانت مالناش صالح باللي حصل زمان، وما تاخذنيش يا ابوي، انا وانت مالناش صالح باللي حصل ما بين ابوي وابوك، وانا كيفك اتضايقت، بس مش عايزين اللي حصل زمان يخسرنا بعض. ربنا ما يجيب خسارة يا فهيم، بس أنا عايزكم تعرفوا أنا مش عايز حاجة من الدنيا غير إن أنا أسعدها. ربنا يكملك بعقلك يا ولدي، وأنت عارف الحريم وطبعهم، خليها عليك أنت شوي. ماشي يا عمي، أنا ما عنديش أعز من أي أتعب عشانه. أنت وسلمى زي ولادي بالظبط، ده أنا حتى كنت بفكر أخطب سلمى الفهيم ولدي. سلمى اللي بتقوله دي مش فاهم خاطب كيان؟ لا، كل شيء نصيب، كل واحد راح لحاله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. قرب يا بنتي. اهجت صاحبة الشقة، اسألها وخد رأيها. أنا سمعتكم وأنا داخلة. بعد إذنك يا أخويا أنا هتكلم في وجودك. بص يا حاج عبد الحميد، كيان بنت خالتي، والجواز قسمه ونصيب، عشان كده انا موافقه اتجوز فهيم، والراي رايك يا اخويا.